الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. إن العدا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن. أحبتي في الله، يا حافظ القرآن ويا قارئ القرآن، نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبال، فهو المعين على الشدائد وطأة، وهو المهيمن فوق كل مجال، شاهد وهو الشفيع على الخلائق في موقف ينجي من الأهوال. قرآننا سيظل نور هداية، دستور أمتنا مدى الأجيال. يا حافظ القرآن، حافظين القرآن والحافظات، فزتم بالمنى والمكرمات، بشر الحافظين والحافظات بالنعيم المقيم في الجنات، بشروهم بالخير دنيا وأخرى، وهنئوهم بأجمل التهنئات. إن نقرأ ورقة لأعظم بشرى في حديث عن سيد الكائنات، أوتي الحافظون خيرا كثيرا، سعدوا بالمنى وأسنى الهبات. ما أكثر الحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هل من حافظين له دستورا ومنهاجا ونظام حياة؟ هل من حافظين للقرآن دستورا ومنهاجا ونظام حياة؟ فما أحوجنا إلى العودة إلى القرآن تتبرا وتجويدا، حكما وحاكما ومشرعا، تدبرا وتنزيلا. ما أحوجنا إلى العودة إلى القرآن. كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله هجروا القرآن، فما أكثر من هجر القرآن في هذه الأيام. نريد أن نقرأ القرآن، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. أحبتي في الله، يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلك الآية الكريمة يجسدها اليوم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يكشف عن الخير في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هنيئا لحفظة القرآن هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما ورد في الأثر أن القرآن يأتي لصاحبه وقارئه وحافظه يوم القيامة، وحينما يبعث من قبره فيقول له القرآن لصاحبه ولحافظه: هل تعرفني؟ فيقول حافظ القرآن: ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي كنت معك في الدنيا، أنا الذي أسهرتك الليالي، أنا الذي أضمتك الهواجر. فيقول: أنا القرآن. فيأخذ القرآن فيشفع به عند الله سبحانه وتعالى. حبتي في الله، معنا اليوم ويسعدني ويشرفني أن ألتقي باثنين من الأزاهرة أزهريين، كلاهما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نشأ في عبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. أول نموذج معنا شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، نال بفضل الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا وفتحا من الله مبينا. هو في هذا العام في الصف الأول من كلية الدعوة في جامعة الأزهر. يشرفني أن يكون معي الشيخ طه حسين. فأنا عشان الشيخ طه، ربنا يبارك فيك الشيخ طه. الشيخ طه يمكن أول مرة أقابله قبل حلقة، ما شاء الله عرفت عنه، ما شاء الله صاحب ابتسامة جميلة لا تفوق جهد دائما، ويعني إن صح التعبير ما شاء الله صاحب فكاهة، ربنا يبارك فيه. سبحانه يكرمك يا شيخ طه. وايضا نرحب بالشيخ الصغير في السن الكبير في مقام علم الشيخ مصطفى نبيل حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى. اهلا وسهلا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك.
الشيخ طه والشيخ مصطفى ما شاء الله لا قوة الله حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا عن ظهر قلب. الشيخ طه يجيد قراءة القرآن مجود أو مرتل إلى جانب الإنشاد، إلى جانب ما شاء الله لا قوة الله موهبته على تأليف الشعر. الشيخ مصطفى ما شاء الله لا قوة الله الآن يتعلم القراءات، ومعه الآن يستمر في تعلم القراءات العشر، ومعه إجازة برواية حفص من طريق الشاطبية وأيضا من طريق طيبة النشر. ما شاء الله لا قوة الله الشيخ مصطفى أيضا حيمتعنا أيضا بصوته العذب الندي الجميل في قراءة القرآن الكريم. ولكن نبدأ مباشرة مع حبيبنا الشيخ طه حسين. شيخ طه، في البداية كيف نشأت مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أولا كما وعدتك أنا أحب أهني أخي وصديقي وحبيبي الشيخ محمود لفوزه برحلة إلى الديار المقدسة لتفوقه في القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما في تفوق وفي ازدهار وفي تميز إن شاء الله. كنت وعدتك الشيخ طه ما تقولش قبل الحلقة، ولكن الشيخ طه صرح في الحلقة. أنا حبيت يعني أعملها مفاجأة، لأن فعلا هذا أمر لا يخفى على الناس، وحضرتك لك محبين كثيرون جدا. يعني أن يرزق الجميع وجميع مشاهدين زيارة الأراضي المقدسة إن شاء الله. ونحب نبين يعني الحمد لله ربنا أكرمني سبحانه وتعالى في الأسبوع الماضي هذا في يوم الأحد، كنت داخل مسابقة عن مستوى المعهد في طلع أزهر، بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت على المركز الأول في هذه المسابقة، وحصلت على إحياء عمر الديار المقدسة، وبشرت بهذا الأمر في يوم الأربعاء. كنت بعد ندوة لي في إحدى المعاهد التابعة للشرطة، فبشرت بهذا الأمر بأن حصلت على المركز، والحمد لله كرمت في الأمس في قاعة المؤتمرات. وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزق الجميع رحلة العمرة وزيارة الأراضي المقدسة، ولي ذلك والقدر عليه. تفضل يا شيخ. أولا أنا اسمي طه حسين أبو العلا عجمي، نشأت في قرية بسيطة بمركز المنشاة محافظة السوهاج، وهذا المركز نشأ فيه آل القرآن جميعا، ألا وهو الشيخ محمد صديق المنشاوي ووالده وأخيه. ولكني في الحقيقة بلدتي هذه عامرة بالمشايخ العظماء وبالقرآن الكريم وحفظته، أمس الشيخ محمد أحمد وشيخ صلاح وشيخ عمرو وشيخ أحمد حسن كانوا جميعا حاملون للقرآن الكريم، مجيدون له، معلمون له، ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن حقيقة أسرتي لها دور كبير جدا. بدأ الأمر بوالدي، أنا كنت أذهب إلى مكتب التحفيظ حتى أحصل على المكافأة التي يعطيها لي والدي يعني. وحقيقة لم يهمل حياتي الترفيهية تماما، فهو كان رفيقا بنا، حنونا علينا. على ما أتذكر أنه أتى لي بيوم بلعبة لكي ألهو بها، فيعني أصابها ما أصابها لدرجة أنها لم تكمل معي، فإذا به في اليوم التالي يأتيني بغيرها. فهذه من الأشياء التي لم أنساها. وإخوتي وأسرتي وأمي وجميع أقاربي في الحقيقة وأصدقائي كانوا يشجعوني على حفظ القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فأنا بدأت في سن يعني ليست مبكرة جدا، كان عمري على ما أتذكر في بداية الثانية عشر، وبعد ذلك ختمت في أواخر الرابعة عشر. بس وحقيقة القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلم أجد صعوبة في إلا في مناطق يعني في أماكن. طيب اضرب لي مثال يعني على الصعوبات اللي وجدتك يا شيخ طه. والله أنا على ما أتذكر أني وجدت صعوبة في حفظ سورة الشعراء، بحيث أن آياتها قليلة جدا، قليلة في الحجم، لكن حقيقة شيخي كان يساعدني باستمرار، وكنت يعني أسمع الآيات من فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. وحقيقة شيخي يمتاز بدقة، حيث أنه اختار الوقت الذي يستوعب فيه عقل هذه الآيات، فكان يجلسني من بعد صلاة الفجر حتى نصلي الضحى سويا ونخرج بعد ذلك من المسجد، فهذا الوقت كان يعينني على حفظ مثل هذه الآيات. جميل، ربنا يبارك فيك شيخ طاهر. رجع لك مرة أخرى، ولكن ننتقل يا حبيبنا الشيخ مصطفى نبيل. الشيخ مصطفى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عند 12 سنة وحصل على إجازة كما قلت حضرتكم في رياض حفص العاصمة من تركيا الشاطبية والطيبة، أيضا على إجازة في التحفة الجزائرية، حصل على المركز الأول أيضا على مستوى محافظة الجيزة وعلى مستوى الجمهورية في وزارة الشباب والرياضة. والآن شيخ مصطفى بدايتك مع الحفظ وكل هذه الجوائز والمسابقات أو الجوائز اللي حصلت عليها. طبعا بدأت الحفظ من سن التاسعة، والبداية كانت بعدد قليل جدا من الصفحات، فكنت أبدأ بثلاثة أسطر كل يوم.
ثم بعد ذلك ارتقيت إلى صفحة ثم صفحتين ثم ثلاثة صفحات في اليوم، حتى انتهيت بفضل الله عز وجل من ختم كتابه العزيز مع والدي. ثم بعد ذلك التحقت بمعهد القرآن والعلوم الشرعية بالجيزة، وتعرفت على شيخي ومعلمي الآن هو الشيخ سيف الدين محمد عبد الجواد، فأخذني وعلمني القراءات العشرة الصغرى إلى جانب التجويد والأحكام وغيرها. ثم بعد ذلك دلني على معهد قراءة خاتم المرسلين لكي ألتحق به، ودخلت في العديد من المسابقات منها الاتحاد الإقليمي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم. الحمد لله كلها بفضل الله طلعت المركز الأول، وآخر مسابقة كانت مسابقة إبداع في قناة الفتح الفضائية. انت ما شاء الله كتب لا شيخ مصطفى، يعني انت الان ملتحق في احدى المدارس التابعه لوزاره التربيه والتعليم. وبعد ان انتهيت انت الان ايضا ملتحق بجانب دراستك في هذه المدرسه الى معهد القراءات، اليس كذلك؟ بالضبط. انت الان في اي صف في معهد القراءات؟ في ثاني صف، ثاني تجويد. ثاني تجويد؟ ربنا يوفقك الله. طيب بالنسبه شيخ مصطفى، اكيد طبعا الوالدين كان لهم فضل عليك، كان لهم دور كبير معك. كلمنا عن ذلك. طبعا لهما فضل عظيم في حفظ القران الكريم، فكان والدي يشجعني باستمرار كثيرا، كالمكافآت وغيرها بقى. وطبعا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، صحيح، وسيجزيهم خير الجزاء على ذلك. بس ربنا يكرمهم. آمين آمين. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. نسمع بقى آيات بصوت العزب النديل الجميل للشيخ طه حسين من سورة الفرقان. يعني أحسبكما أنتما الاثنين من ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أحسبكما كذلك ولا أزكيكما على الله. فآيات نسمع هذه الآيات بصوت حبيبنا الشيخ طه حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا. أحسنت ما شاء الله قلت لي ربنا يبارك فيك. شيخ طه، أنت الآن متحق في الصف الأول في كلية الدعوة تبع جامعة الأزهر في القاهرة، سبب اختيارك لكلية الدعوة؟ حقيقة هذا الفضل لا يرجع لي أولا، هذا يرجع لأخي الأكبر المهندس أحمد حسين أبو العلم. حقيقة ما أجملها نعمة أن تكون من الدعين إلى الله، العارفين الله، صحيح، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله، فقال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها. وقول الله عز وجل الذي أجعله دائما أمامي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فما أجمل
أن تدعي إلى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة كلية الدعوة خاصة عامرة بأساتذة عظام جدا أمثال الدكتور عبد الله بركات والدكتور أحمد حسين والدكتور حقيقة والدكتور عمر عبد العزيز وكثير من لا يعني حقيقة كل من فيها فهو عظيم. صحيح. وأولا يعني وثانيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يجعلني من هؤلاء الذين قال فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. آمين. ربنا يبارك فيك شيخ طه. شيخ مصطفى يعني أنت ما شاء الله كنت الآن مستمر في تعلمك أطول حفظ الشاطبية، ولكن أنت أنا في يعني أوشكت على الانتهاء من ختمة برواية ورش عن إمام نافع، فياريت نسمع حتى آيات برواية ورش عن إمام نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أنت ما شاء الله على كتاب الله. يمكن سنة آية شيخ مصطفى، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار. كما شاء الله على كتاب الله صوت جميل. والله أشعر يعني مش بجلس مع أطفال وأصغار، بس أنا أشعر أجلس مع كبار الأزهرة وكبار الأزهريين شيخ طه حسين والشيخ مصطفى. جزاكم الله خير الجزاء. أحبتي في الله نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نستكمل. أستودعكم الله وأعطيكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا. سنعود إن شاء الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل ونجدد الترحيب بالشيخ طه حسين حسن شخطاء والشيخ مصطفى نبيه حسين شيخ مصطفى. ربنا يبارك فيك الشيخ طه حسين. يعني شيخ طه كثير من الناس سؤال يشغل الكثير، كيف تعاملت مع القرآن الكريم؟ وهل المشكلة في هذه الأيام، يعني أصبح الواحد يتساءل المشكلة في القرآن؟ طبعا لا شك المشكلة مش في القرآن، المشكلة في الإنسان نفسه، وكيف يتعامل الإنسان مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أولا بداية هذا القرآن الذي جعل الله به تعالى رعاة غنم إلى رعاة أمم. صحيح. ويعني سبحان الله تعالى هذا القرآن لم يتغير ولا لم تتغير فيه حرف ولا كلمة واحدة. فإذا كان هذا القرآن الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم قواد أمم ورعاة أمم هو بين أيدينا الآن وما زلنا في مؤخرة الركب وفي ذيل الأمم، فلماذا؟ فهل المشكلة في القرآن الكريم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ألا وهو القائل لا يأتيه الباطل من بين يديه. هذا هو القرآن الكريم. إذن المشكلة تكمن فينا وتكمن في معاملتنا مع القرآن. هيا بنا نرى كيف يتعامل الناس مع القرآن. إذا كان هذا القرآن يقرأ بيننا فإنما هو يقرأ للأموات وللجنائز وللقبور، لا للأحياء، لا للأحياء ولا للتعبد. وحينما يقرأ أيضا إنما يقرأ هربا من مس الجان ووسوسة الشيطان، ليس حبا ولا شوقا ولا تضرعا للرحمن سبحانه وتعالى. وحينما يقتنى ويحمل إنما هو يحمل لدفع الأضرار ولدفع الابتلاءات والأقدار ومصائب الزمان. فإذا حينما ترى المتعبدين للقرآن فإنما هم يتعاملون مع القرآن بين صوت الإمام الجميل وصوت الإمام الندي والتحبر وهكذا. صحيح. لكن الأئمة أيضا لهم دور كبير في هذا، فإن الأئمة منهم من حفظ وأجاد وللمتشابهات أعاد وأحصى، لكنه لا يفقه كيف يتعامل مع القرآن، لا يعرف متى يقف ولا يعرف متى ولا يعرف كذا وكذا، ويضع الآيات في غير موضعها. إن الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع القرآن لا يتعامل مع القرآن هذا كعدد من الآيات، لا يتعامل مع القرآن كأنه حفظ اليوم 5 آيات وحفظ اليوم 9 آيات وحفظ اليوم 10 آيات. السيدة عائشة رضي الله عنها كان يأتيها الغلام فتعطيه بعض الآيات فتقول اذهب، فيأتي في اليوم التالي يريد أن يأخذ الجديد ويأخذ ويصحح الآيات القادمة، فتقول ماذا فعلت في هذه الآيات السابقة؟ فيقول ما استطعت أن أفعل شيء، فتقول اذهب يا غلام أحكم ما أخذت ولا تكسر من حجج الله عليك. إذا كان هذا القرآن بين أيدينا، بل إن الأمر مختلف، قد تجد. طيب نستكمل الحديث معك يا شيخ طه، زي ما احنا نستقبل أول اتصال معنا حاجة موفى من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمود وفيكم بارك الله ضيوفك الكرام. ربنا يبارك. أنا بتصل بيك النهاردة عشان أهنيك على فوزك بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم في معهد طلائع الأزهر، وألف مبروك على حصولك للعمرة. الله يخليك. وعقبال آخر السنة يا رب تبقى الأول على الجمهورية بإذن الله. آمين. ربنا وبارك الله فيك وفي والديك يا شيخ محمود، وادعي لابني يكون زيك إن شاء الله. السلام عليكم. أفضل مني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اتصال آخر. السلام عليكم. مهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مهاب. السلام عليكم. يا مهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الصوت يمكن مش واضح يا مهاب. جزاكم الله خير يا مهاب، ويمكن تعاود بينا اتصال مرة أخرى. أشكرك يا مهاب على المداخلة. طيب نستكمل معك يا شيخ طه. فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول للغلام اذهب أحكم ما أخذت ولا تكسر من حجج الله عليك. فأين التعامل مع القرآن؟ وقصة سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل مشهورة جدا، هو ظل 8 سنوات يحفظ في سورة البقرة، كانت تمر عليه الآية فيحفظها ويعرف معناها ويفسرها ويعرف مضمونها ويعمل بها. فكان عندما أتممها حفظا
يعني فعل حفلة بسيطة وأخذ يوزع التمر والشراب على الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا كان الصحابة، فيجب علينا أن نقتضي بهم في حفظ القرآن الكريم. أنت يجب أن تضع القرآن الكريم هذا كأنه كتاب الله بين يدك. أنت يعني تذهب إلى منطقة الترقي الذي قال عنها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، أولها أدناها أن تقرأ القرآن كأنك تقرأه على الله سبحانه وتعالى. صحيح. وثانيها أن تقرأ القرآن وتتخيل أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والثالثة أن تستحضر في الكلام المتكلم وفي الصفات أو في الكلمات الصفات. نود أن يكون هذا هو حالنا، نسأل الله سبحانه يصلح الأحوال. إن كثير من الناس الآن والحول والكتب لا يقرؤون كما يقرؤون الجرائد ولا يعرفون أهلها أي كتب. هذا هو السبب الرئيسي فيما يحول حول ما يحصل للأمة الآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وحضرتك قلت فأول البناء، أين هجر القرآن؟ ليس هجر القرآن قراءة فقط، إنما هجر القرآن كدستور، هجر التحكم إلى القرآن. كان الصحابي إذا أراد شيئا ذهب للقرآن الكريم، فإن لم يجد ذهب إلى الرسول. وهكذا قال سيدنا سعد بن معاذ بن جبل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي. هكذا أن تضع كتاب الله سبحانه وتعالى في المقدمة. ولا أريد أن أطيل في ربنا يبارك فيك شيخ طه، جزاكم الله هذه الكلمات الرائعة. وحقا يعني هؤلاء هم شباب كلية الدعوة. ربنا يبارك فيك شيخ طه. شيخ مصطفى، ما شاء الله لك أنت حصلت على شهادات عديدة، كلمنا بقى عن الشهادات والجوائز أنت حصلت عليها. والله دخلت في العديد من المسابقات على مستويات مختلفة. يمكن معانا شهادة ليك خدتها على المركز الأول على اتحاد الإقليمي للأستاذ بطريقي عيدها لنا. شهادة أنت حصلت عليها المركز الأول، أليس كذلك؟ على مستوى الاتحاد الإقليمي، هي معانا على الشاشة دلوقتي. هذه الشهادة حصل عليها الشيخ مصطفى نبيل السيد حسين على المركز الأول، دي على مستوى الاتحاد الإقليمي، أليس كذلك شيخ مصطفى؟ نعم. جميل. وأيضا أنت ما شاء الله حصلت على إجازة أيضا برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وأيضا من طريق طيبتنا شوية معروضة أمام مشاهدينا الكرام. وما شاء الله حصلت على شهادات أيضا عديدة وإجازات عديدة أيضا في تحفة الأطفال في الجزائرية. طب بما أنك يا شيخ مصطفى ما شاء الله كنت متميز حتى ما شاء الله في صوتك للقرآن بصوت الجميل، أنت ما شاء الله تحب الاستماع لكثير من كبار القراء، أمثال مين؟ أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمد رفعت، ممكن الشيخ أبو العنين شعيشة. نعم. بس وإن كان الواحد طبعا لا يقدر إلى الوصول لدرجاتهم، ولكن الاستماع للصالحين. يعني زي مين؟ ممكن تجيب لنا صوت مين من كبار القراء؟ ممكن الحصري إن شاء الله. الشيخ الحصري؟ طب نسمع الشيخ الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. جزاكم الله خيرا، ما شاء الله لقيت اللي ربنا يبارك فيك شيخ مصطفى. شيخ طه محضرين النهاردة نشيد بعنوان يا تلاميذ محمد، يا ريت نسمعه.
أولا أنشودة يا تلاميذ محمد تصف ما يجب على الإنسان كتربى أولا في الأسرة المحمدية أن يقتدي بهذه الأنشودة. القصيدة بعنوان يا تلاميذ محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد يا تلاميذ محمد. لا تهونوا للأعادي لا تلينوا للعوادي اعلنوا في كل وادي أنكم صحب محمد يا تلاميذ محمد. في دياجير المبادئ في أعاصير المساوئ أفهموا كل مناوئ أنكم جند محمد يا تلاميذ محمد. أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية. حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد يا تلاميذ محمد. إن تخاذلتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة وتعاون وأخوة واتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جميل ما شاء الله لك يا ربنا يبارك فيك شيخ طه ويكرمك. شيخ طه يعني امتى بدأت وفكرت في تأليف الشعر وما الذي نمى لك هذه الموهبة؟ والله حقيقة يعني حينما بدأت في أولا في الدراسة الإعدادية والثانوية كنا ندرس الأدب والشعر ومادة المطالعة ونصوصها فوجدت أن هذه الموهبة بدأت ببداية بسيطة فإذا بي وجدت يعني نلت إعجاب أخي وإخواتي وأخوي علي وأخوي محمد لقيتهم كده بيتكلموا معايا على إن أنا ليه ما نميش الموهبة دي أو ليه كذا أو ليه كذا. فابتدت بقى أنظم في القصائد يعني كان في قصيدة إن شاء الله سأسمعها لحضرتك دي من تأليفك؟ من تأليفي اسمها بدون عنوان. طيب نسمع القصيدة ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ محمد كيف حالك؟ أسأل الله أن يبارك فيك وفيكم بارك الله. الله يخليك في ضيفيك الكريمين منورين الشيخ طه و ألف مبروك على رحلة العمر بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يتقبل منك ويجعلك دائما في تقدم بإذن الله تبارك وتعالى. آمين ربنا يكرمنا وإياك. ولا أنسى طبعا سلام على الشيخ طه بسم الله ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيه وينفع به الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. آمين رب آمين. يمكننا أن أقرأ تلاوة بإذن الله؟ تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. شيخ محمد. يتخافتون بينهم إن لبثوا إلا عشرا. شيخ محمد. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً.
جزاكم الله خير شيخ محمد، ربنا يبارك فيك ويتت رقم هاتفك في الكنترول حتى يكون لنا معاك لقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى عما قريب في برنامجنا ترجمان القرآن. معنا اتصال آخر أيضا من محمد من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله عليكم. تعالى عليكم السلام ورحمة الله تعالى. بعد إذن حضرتك بس يا فضيلة الشيخ محمود، قبل ما أتكلم أرجو بس صوت حضرتك لأن أنا مش سامعه يعني كويس. طيب يا ريت الكنترول. طيب حضرتك كده سامعني كويس؟ يعني زي حضرتك يا شيخنا؟ بخير حال الحمد لله. ربنا يبارك فيك. محمد عبد الكريم من الشرقية. أهلا وسهلا محمد. حفظ القرآن الكريم كاملا، ويعني يعني أجيد بفضل الله تعالى الخطابة، ويعني أرجو الاشتراك معك في البرنامج إذا سمحت لي. نعم؟ أرجو الاستواك معك في البرنامج إذا سمحت لي. تأخذ رقم هاتفي من شات الله تبارك وتعالى من الكنترول ونتواصل مع حضرتك من شات الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نسمع القصيدة يا شيخ طه من تأليفك. هذه القصيدة أولا نظمت بعد الثورة، وعنوانها قد يكون غريب على بعض المستمعين، عنوانها بدون عنوان. فأقول كلمات لست أول من يقولها، لست آخر من يصف بلادي وجمالها، لكني بدون عنوان أعيش فيها، مع أني عشت حياتي أضحي في سبيلها. إني نشأت وتعلمت في صعيدها، أكلت وشربت واستنشقت هواء ريفها، لم أغفل عنها لا لحظة نسيتها، لم أتخلى عنها ولم أترك واجبي نحوها. إنها منعمة كثير من النعم فيها، يكفي أننا نعيش فيها بأمان، يحفظها إلهها، أيادها علي كثيرة في حصرها، كأنها أميرة تنعم وهي في قصرها. إني أحب بلادي، أحب حتى ترابها، بثمن بخس باعتني وأنا وقتها اشتريتها، وأقول فيها شعرا مروم بعشقها، وإني لأحب فيها كل شيء فيها، لكني بدون عنوان أعيش فيها، لأني أكره أرى الظالمين ينعمون فيها، يعيشون فيها لكنهم نسوها، غفلوا عنها وسهوا عن ذكرها وحبها، لا يكتفون بأنهم طالما ظلموها، وبأنهم ملكوا كل شبر واغتصبوا أرضها، اتركوها تتألم أو يضيق صدرها، تبكي على نفسها وحدها وتحبس دموعها، لكني بدون عنوان أعيش فيها، لا أتكلم بل أصمت، أحملها همّا فوق همها، تغيرت بيناير أصبح جميل لونها، طرد الفساد فصارت بلاد رقيق حسنها. كانت تبدو غريبة لا نعرف ما بداخلها إلا شيئا واحدا هو طيبة قلبها، وما زلت بدون عنوان أعيش فيها، الواضح أنه لا مكان لي في قلبها لأني بدون عنوان أعيش فيها. الله الله، ونعم الكلمات رائعة، ويمكن قليل عليك شيخ طه، ربنا يبارك فيك، متميز دائما وموفق دائما شيخ طه، صلى الله عليه وسلم بارك فيك، الفارس والبطل الشيخ طه، ربنا يكرمنا إياك يا رب. شيخ مصطفى ما شاء الله قتل، يعني بعد أن انتهيت الآن مستمر في القراءات، في رأيك يعني كيف إنسان يحفظ القرآن ويتغلب على النسيان؟ دي طبعا في البداية أصلا مشكلة يعاني منها الكثيرون، وفي الجانب الآخر يعني حجة قوية لمن لا يريد حفظ القرآن. ضمن حلها أول حاجة الإخلاص، ومحله القلب، ويلزمه ترك المعاصي والطاعة، ومجاهدة النفس وطلب العون من الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثاني شيء الحفظ في الصغر، وهو كالنقش على الحجر، وبرضو من العناصر المهمة اختيار الوقت. فكل إنسان وعلى حسب طبيعته، على حسب البيئة اللي هو نشأ فيها، فالوقت ده مش حاجة ثابتة، بس في الغالب بيكون ما بين أكثر الناس مثلا وقت السحر أو الضحى. وبرضو اختيار المكان كدور القرآن والمساجد والمعاهد القرآنية وما أكثرها. وثاني شيء الصبر على الطاعة بدون ملل أو يأس. فيجب، ويمكن الصبر على الطاعة برضه يا شيخ مصطفى، يمكن ده أعلى درجات الصبر، لأن الصبر يعني كما يعلم كثير انقسم ست أقسام: صبر على المأمور، صبر على المحظور، صبر على المقدور. طبعا المأمور اللي هو الطاعة، وهو إذا هو أعلى درجات الصبر، وهو صبر أولي العزم من الرسل.
فالله سبحانه وتعالى حتى أمر نبيه في كتابه العزيز فقال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا التقرب الله سبحانه وتعالى من أعظم درجات الصبر على الطاعة. نعم. ويوجد أيضا القراءة المجودة فهو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرجه الصحيح كما قال ابن الجزري في متنه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. والاقتصار على طبعة واحدة وأيضا التركيز على المتشابهات. بس دي كلها عناصر إن الواحد كيفية الحفظ وكيفية التغلب على النسيان. جميل ما شاء الله لك وتفضل يا ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى ونرك عما كربنا علماء الربانيين. شيخ مصطفى أنت ما شاء الله سمعنا منك آيات مجودة برواية ورشة النافع وآيات برواية حفص بن عاصم بصوت الشيخ الحصري. أنت ما شاء الله أيضا تجيد أنك تأتي بصوت الشيخ ماهر المعقل لذلك نسمع آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحسنت بارك الله فيك أمتعتنا بهذه التلاوة الممتعة الطيبة جزاكم الله خير شيخ مصطفى. شيخ طه هل اشتركت من قبل في إقامة حفلات وأنشدت في هذه الحفلات؟ يعني اولا منذ الصغر يعني في الحفلات المدرسيه والانشطه المدرسيه والمعاهد والاذاعه الصباحيه ما اكثر هذه. لكن طبعا اشتركت في حفلات كان عندنا يعني كربط بين مشاعر الوطن العربي وكما ان سوريا ايام الاحتلال العدوان الثلاثي قالت هنا القاهره فقمنا ب في اتحاد الطلبة بجامعة الأزهر وأسرة نبض الأزهر وقمنا بوجل النصر المنشود قمنا بما تسمى حفلة تضامنا مع سوريا وكان هناك منشدين من سوريا فاشتركت في أنشطة طلابية وقلت لهم يا تلاميذ محمد ونالت إعجابهم وأنا أشترك في حفلات كثيرة يعني لا لأن هذا يعتبر من أبواب الخير فكون أن سرور تدخله على قلب مسلم أيا كان هذا السرور بأي طريقة حتى لو التبسم في وجه أخيك صدقة. فأنا أشترك أيضا في حفلات عندنا في إذا كان في اتحاد الطلبة أو في الجامعة أو حتى في البلدة عندنا أقيم مع الحفلات وهذا. جميل ربنا يبارك. طيب شيخ طه بأننا في جلستنا هذه وفي لقائنا الممتع الطيب معكم معك شيخ طه ومع الشيخ مصطفى نبي ونحن نتحدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى ما أجمل لو استمعنا إلى نشيد عن القرآن الكريم. حقيقة هو يعني مشهور يا آل القرآن. يا آل القرآن هلموا يا آل القرآن هذا الذكر الفيض العذب يهدي للغفران. يا آل القرآن هلموا يا آل القرآن هذا الذكر الفيض العذب يهدي للغفران. يا آل القرآن جزيتم إن تتلوا القرآن فالأجر للحرف بعشر لحديث العدنان. يا آل القرآن هلموا يا آل القرآن هذا الذكر الفيض العذب يهدي للغفران. يا آل القرآن نعمتم من فيض القرآن
فالقرآن شفيع يشفع يهدي للإيمان. يا أهل القرآن نعمتم من فيض القرآن، فالقرآن شفيع يشفع يهدي للإيمان. يا أهل القرآن هلموا يا أهل القرآن، هذا الذكر الفيض العذب يهدي للغفران. يا من تظلم نفسك أقصد سيحاسبك الله، وجزاء لفعالك يوما ولابد ستلقاه. يا أهل القرآن هلموا يا أهل القرآن، هذا الذكر الفيض العذب يهدي للغفران. الله جميل ما شاء الله لا قوة الله، ربنا يبارك فيك. الشيخ مصطفى نبيل ما شاء الله لا قوة الله، أنت حافظ الأربعين نووية ليس كذلك؟ الحمد لله. قول لنا كيف بدأت معها وكان وردك اليوم قد إيه في الأربعين النووية؟ كان بالنسبة للورد اليومي كنت أحفظ كل يوم حديثين، ولكن كانت المشقة بس كنا في رمضان بس. نعم، يعني أنت في شهر رمضان كاملا حفظت الأربعين النووية؟ الحمد لله. طيب نسمع حتى لو حديثين أو ثلاثة من الأربعين النووية. في الحديث 20 يقول عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث 40 أيضا يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. رواه البخاري. أحسنت، ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. نستقبل هذا الاتصال من صديقنا شوكة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا يا شوكة، كيف حالك؟ بحبك الله يا شيخ محمود. بحبك الله زحتنا من أجله، ربنا يبارك فيك. لعيلة شيخ محمود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك مثل الشيخ طه والشيخ مصطفى يا رب. مبروك على عمرك. الله يبارك فيك يا شوكة، ربنا يكرمنا وإياك ويا رب كده نسأل سبحانه أن يرزقك أنت كذلك عمر إلى الأرض المقدسة. تفضل يا شوكة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصل بالمصربة بالصبر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا شوكة، أشكرك على هذه المدخلة الطيبة، ربنا يبارك فيك. طيب شيخ طه، احنا تكلمنا عن كيف الانسان يتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، اذا ما هي الضوابط بقى التي ينبغي على المتعامل مع القران ان يسير عليها؟ اولا هذا القران شرف لكل انسان ان يحفظه. صحيح. وقد قال الامام ابن الجزري في مقدمه طيبه النشر وبعد فالانسان ليس يشرف الا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القران اشراف الامه اولي الاحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وقد قال الإمام الشاطبي وخير جالس لا يمل حديثه وترتاده يزداد فيه تجملا. فإذا كان هذا الجليس الصالح وهو القرآن الكريم، هل نتعامل معه كأي كتاب؟ كما قلت أنت، يعني بعض الناس يقرأوا كأنهم يقرؤون الجريدة اليومية ولا يفهمون شيء. فإذا من أول الضوابط التي يجب على الحافظ للقرآن أو الذي يريد أن يحفظ القرآن أن يتعامل مع القرآن بها، هي معرفة موضوع القرآن ومادته. صحيح. حيث أن أول شرط في أي علم أن تعرف موضوعه. وهذا القرآن كما يقول الشيخ سيد قطب لم ينزل لكي يكون كتاب فلك أو كيمياء أو كما يحاول المتحمسين لبعض هذه الأشياء أن يأخذوا منه ما يريدون، وكما يحاول الذين لا يريدون هذه الأشياء. كلتا المحاولتين خاطئتين، لأن القرآن الكريم هو مادته هداية الإنسان نفسه، هداية الإنسان وهداية شعوره إلى ما فيه الخير وعلاقاته وكل هذه العواطف التي بداخل الإنسان يهتم بها القرآن. ثاني ضابط من هذه الضوابط هو أن نأخذ القرآن الكريم بعرفه ومعانيه المعهودة. صحيح. هذا القرآن يقول الإمام تيمية للقرآن أسلوب معهود لا يجوز تفسيره بغيره. وأيضا نأخذ من هذه الضوابط القرآن وحدة لا يتجزأ، وكما يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه القرآن وحدة لا يتجزأ وضوابطه وأموره كلها واحدة.
فيعني ولقد عاب القرآن الكريم على أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهل يجوز لي أن أخذ من سورة البقرة مثلا آية الكرسي وأترك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ هذا لا، هذا لا يجوز. أو أن أخذ مثلا من سورة المائدة كذا، هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز عقلا أيضا ولا منطقا. كيف أخذ كتاب الله الذي نزل من السماء ليكون دستورا أن أخذ منه بعض الآيات وأترك بعض الآيات الأخرى؟ رابعا، نعم تفضل. رابعا، الإلمام بعادات العرب قبل الإسلام، لأن بعض القرآن نزل تصحيحا لعادات العرب كما يقول لا وأنه هو رب الشعر، رب الشعر في سورة النجم. فلماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الكوكب خاصة؟ لماذا؟ لأن مجموعة من العرب كانت تعبده. فيجوز لي أن ألمم بعادات العرب، وأيضا أراعي سياق الكلمة في عصر نزول القرآن. مثلا فلنفرض ضرب الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله مثال لكلمة سائحات، هل مقصود بها ما يسمى عندنا بالسياحة الآن كالسفر إلى البلاد؟ لكن إما معنى معنوي وهو الصيام، أو إما معنى مادي وهو الهجرة إلى الله تعالى. فيجب علينا أن نرعى نزول الكلمة في عصر نزول القرآن. وأيضا العنصر الأخير هو التدبر، لأن التدبر مفتاح الانتفاع بالقرآن. وكما يقول الصحابي الجليل زيد بن ثابت، لأن أقرأ القرآن في شهر خير لي من أن أقرأه في 15، وأن أقرأه في 15 خير لي من أن أقرأه في 10. هذا هو المقصد الأهم، هذا هو المقصد الأهم من القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خيرا كثيرا. عليك مبارك ليتدبروا آياته. طبعا هذا هو التدبر، لأن التدبر هو مفتاح الانتفاع بالقرآن. كان يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنه، لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما وأنتفع بهما خير لي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيب. هذا هو أقرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم، قام ليلة كاملة يرددها بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك. وأيضا قد ذهب عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر وهي تقرأ في آية من الآيات، فيقول ذهبت إلى السوق ورجعت فإذا به قائمة تردد هذه الآية. هذا هو مفتاح الانتفاع بالقرآن، وهو التدبر لقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جزاكم الله خيرا، كان جميل. مسجل والله بالذهب، هو أغلى من الذهب والله. ربنا يبارك فيك يا شيخ طه. نرجع لحضرتنا الشيخ مصطفى. نبيل الشيخ مصطفى، أنت ما شاء الله حافظ التحفة وحافظ الجزرية، وأين تحفظ في متن الشاطبية؟ يعني ما أحوجنا في هذه الأيام، وخاصة لما أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، من هو مبتدئ في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى معرفة أهم شيء اللي هو الوقف والابتداء. لأن كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يقفون وقف لا يصح ولا يجوز. فيعني حمزة، لو سمعنا في الجزرية وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس لاي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله يقف مضطرا، وفي بعض النسخ الوقف مضطرا ويبدأ قبله. وليس في القرآن من وقف وجب أو يجب ولا حرام غير ما له سبب. جميل، ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى، جزاكم الله خير. جزاء وينبه أيضا وننبه أن الشيخ مصطفى نبيل ربنا يبارك فيه، الإجازة اللي احنا عرضناها برواية حفص العصر من طريقة الشاطبية وطريقة نش، كانت أن الشيخ العالم في القرآن هي الآن معنا على الهوى من الشيخ عبد الفتاح مدكور، ليس كذلك؟ وما شاء الله عالم من أعلام القرآن، وهو من أيضا من المشايخ الذين يرجعون المصحف الشريف. فأسأل الله سبحانه وبارك فيه، وأسأل الله سبحانه لك مزيدا من التوفيق والزيادة الشيخ مصطفى، ربنا يكرمك. يعني شيخ طه، خلاص الحلقة أوشكت على الانتهاء، ماذا تود أن تقول في النهاية؟ نصيحة. ولن أود أن أقول في النهاية إلى كل إنسان يريد الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة، أو يريدهما معا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكتاب الله تعالى، ولا نهجر القرآن الكريم لا قراءة ولا حفظا ولا دستورا ولا تحاكما إليه، لأن القرآن الكريم هو الشريعة الذي أنزل الله سبحانه وتعالى إلينا لكي يسود بهذه الأمة. وأود أن أقول في النهاية قصيدة بعنوان، طيب نسمع قصيدة، ولكن نسمع برضو نصيحة من الشيخ مصطفى. أسمع منك بعد النصيحة، نسمع من الشيخ مصطفى. طبعا أهم شيء تقوى الله، دي لوحدها كافية لحل أي مشكلة في العالم، بس مش العالم الإسلامي، في العالم أجمع.
تقوى الله أهم شيء. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. يعني سعدت بلقائكم، ونسمع بقى القصيدة يا ختام الأنبياء من الشيخ طه. قصيدة بعنوان يا ختام الأنبياء. يا ختام الأنبياء كنت تخلو بحرائي، إذ بدا وحي السماء وحي رب العالمين، في حراء كنت تخلو ولك التبتل يحلو، وبفضل الله تعلو يا إمام المرسلين، في حراء كنت تعبد ربك الهادي وتسجد، في خشوع وتعبد ودعاء وحنين، فأتى جبريل عندك وأضيء الغار حولك، ثم قال اقرأ وضمك ذلك الروح الأمين. قلت لا أدري القراءة في هدوء وبراءة، نفذ الله قضاءه وختمت المرسلين. جميل ما شاء الله، قلت لا ما أجمل الختام ونعم الختام حين يكون على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله في الشيخ مصطفى النبي، واسال الله سبحانه جميع العلماء الربانيين وكذلك الشيخ طه حسين، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكما، واذن يكون لنا معكما بمشيئه الله تعالى اللقاء عما قريب في برنامجنا مره اخرى ترجمان القران. احبتي في الله، دهمنا الوقت وانتهى بسرعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. كنا يعني ننتظر ان احنا نستمع كثير من الانشاد من الشيخ طه، ولكن انتهى الوقت سريعا ومضى الوقت سريعا. لا أملك في نهاية هذه الحلقة لأن أتقدم بخالص الشكر للشيخ مصطفى نبيل والشيخ طه حسين، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا القرآن يوحدنا.